نتحول للنيويورك تايم، واللي بنقرا فيها استطلاع رأي بيكشف عن رفض واسع لسياسات بايدن تجاه غزة. لو اتكلمنا عن تفاصيل استطلاع الرأي وازاي ممكن ده يأثر على قرارات بايدن في الفترة اللي جاية. استطلاعات الرأي في أمريكا الحقيقة أنا بعتبر إن الخاسر الأكبر من طوفان الأقصى كان هو بايدن وحكومة الديمقراطيين. هناك حالة غضب كبيرة جدا في الشارع الأمريكي من تصرفات الإدارة الأمريكية، من سوء تعاطيها مع الموقف، من انحيازها الفج والواضح لإسرائيل. يمكن لأول مرة بنشوف شباب صغيرين داخلين بيعملوا فيديوهات، داخلين بيتكلموا، نازلين بيتظاهروا في الشوارع. الاستطلاع الصادم هو خطورته بالنسبة للديمقراطيين وبالنسبة لبايدن تحديدا، هو أن النسبة الأكبر من الشباب ما دون 25 سنة يرون أن الإدارة الأمريكية وأن بايدن أساء التصرف، ويبدون انحياز واضح للقضية الفلسطينية. النسبة الأقل اللي هي ما بين 25 و40 سنة بنسبة أقل شوية بيبدو انحياز للقضية الفلسطينية. ربما بتكون المشكلة في الاستفتاء الأخير في كبار السن اللي هم متأثرين بدعوات اللوبيات، مش لوبي واحد، اللوبيات الصهيونية في أو اللوبيات الإسرائيلية في أمريكا. ربما شوية تعاطيهم وانحيازهم مع القضية الفلسطينية أقل، لكن في انتصار كبير وانتصار ضخم جدا حاصل في التعاطي وفهم حقيقة القضايا العربية في المجتمع الإسرائيلي، في المجتمع الأمريكي، كشف عنه الاستطلاع ده. فرص بايدن في الانتخابات أصبحت صعبة جدا. الديمقراطيين فاهمين ده كويس، هم في حالة ارتباك ما بين الدعم الأعمى ولا محدود لإسرائيل وما بين ضغط الشارع. حتى الآن الشارع راسم جزء من السياسات، لكن مش قادرين يتخطوا حالة الانحياز الرهيب للجانب الإسرائيلي. لكن ما فيش شك ان ده هيبان بشكل كبير جدا صحيح في الانتخابات القادمة. وده هيربك الحسابات. إن أكبر نصر حاصل هو وجهة نظر الشباب الأمريكي في الصراع العربي الإسرائيلي. وده هيربك الحسابات حركة زمان أستاذ أسامة على حقيقة الوضع، على حقيقة الصراع، على من هو المبني عليه الحقيقي في هذا الصراع الممتد من 48 حتى الآن.